يا من تعانون من الحاسدين والحاقدين وحسدهم ومكرهم وشرهم، واصفى تشفيكم من حسدهم ورقيا من القرآن والسنة تنجيكم من شرهم بإذن الله. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، ومع حلقة جديدة بعنوان الشفاء من الحسد. الحسد يا أخوة انتشر بين الأهل والأحبة والأصدقاء والجيران والصحاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الحلقة نتعرف على وصفة للشفاء من أي حسد، ونتعرف على رقية تنجيكم وتشفيكم من أي حسد فعل عليكم. أولا يا أخوة، الحسد هو بيأتي من الشخص الذي يتمنى زوال النعمة من عليك، أو زوال النعمة من عليك يا أختي. فلربما الحاسد بيشوفك في نعمة، أو بيشوفك يا أختي في نعمة، وهو يكره هذه النعمة لكم ويتمنى زوالها، ومن ثم يقوم بحسدكم والمكر عليكم والأر عليكم، وبهذا يتوقف حالكم. فالحاسد يا أخوة هو إنسان خبيث النفس، يريد أن تزول نعمة الله من أيدي عباده من حسده وحقده عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليكم يا أخوة بالتحصن بأذكار الصباح والمساء، وبأكل 7 تمرات إن شاء الله في كل يوم إن استطعتم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فيا أخوة، 7 تمرات تحميكم من أي سحر ومن أي سم، وتحميكم من أي حسد بإذن الله. وفي هذه الحلقة سنتعرف على وصفة تنجيكم من الحسد، وأيضا رقية تنجيكم من الحسد. أولا يا أخوة، الوصفة تتطلب ماء الحاسد أو عرقه، ونوضح بالتفصيل. الوصفة يا أخوة هي صعبة شوية، لكن بتتطلب ماء الوضوء من الحاسد، أو بتتطلب عرق الحاسد. على سبيل المثال، لو الأخت عارفة فتاة معينة حسدتها، أو لو الشخص عارف رجل أو شاب معين بيحسده أو حسده، اطلبوا من هؤلاء الأشخاص يا أخوة أنهم يتوضوا، ما يمسحوش مية وضوءهم، أو اطلبوا منهم أنهم يتوضوا وبعد كده سلموا عليهم، أو خلوهم يرقوكم لو استطعتم. يعني اطلبوا منهم ببساطة أنهم يتوضوا وما يمسحوش ماء وضوءهم، ويحطوا إيديهم اليمين على رأسكم ويدعوا لكم أو يرقوكم بالفاتحة، وبعد ما يتوضوا سلموا عليهم أو احضنوهم امسكوهم. ماء وضوءهم يا أخوة أو عرقهم هو شفاء لكم، وهو دوت سبيل الشفاء من حاسد معين أو حاسدة معينة أنتم تعرفونهم. لكن لو إنكم ما تعرفوش مين اللي حسدكم، أو إنكم عايزين تتحصنوا عامة من الحسد، أو إنكم محتاجين الشفاء من الحسد من غير ما تتكلموا مع حاسديكم أو أعدائكم، فعليكم بالرقية الشرعية من الحسد، وهذا ما سنوضحه الآن إن شاء الله. أولا يا أخوة، تتوضوا وتصلوا 2 ركعة وتحضروا كوب به ماء أو إناء به ماء نظيف للشرب، ثم تقرأوا على هذا الماء هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض،
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقه من كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقه من كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقه من كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم رحمتك نرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجبات عافني وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين اللهم اصرف عني حر العين وبرد العين ووصب العين اللهم اصرف عني حر العين وبرد العين ووصب العين اللهم اصرف عني حر العين وبرد العين ووصب العين اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني الله يشفيني الله يشفيني بسم الله أرقي نفسي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم يا أخوة اشربوا من الماء وتمسحوا بهذا الماء على جسدكم يعني بلوا ايديكم بالمية وامسحوا به جسمكم كله إن شاء الله وتكون لكم شفاء من كل عين حاسد وحاقد وعدو هذا والله وحده أعلم يا رب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اشفنا من كل سحر ساحر وحقد حاقد وحسد حاسد عافنا وعافي أهلينا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وأمهاتنا
أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وبيوتنا وأموالنا وأملاكنا وما وهبتنا من كل عين حاسد وحاقد وعدو برحمتك وأنت أرحم الراحمين. حصلنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.